وشوشة. انا بتفرج على مسبيرو زمان. طب محتاج ايه عشان مسبيرو ينافس القنوات الخاصه ويرجع تاني زي الاول يجيب مشاهدين والناس كلها بتتابعه؟ الاعلام مش وظيفه. مش محتاج موظفين، محتاج مبدعين، محتاج حريه، ومحتاج فلوس. ما تبصلوش كبزنس ان هو هيدخلك حاجه، لان الاعلام ده هو بيربي عقول، دي صناعه تقيله انت بتصنعي بيها البشر. فيا اما امتلك مقاومات الصناعه دي يا اما ما امتلكهاش. احنا مش عندنا الصناعه دي اصلا. لو طلب مني تقديم برنامج لا يعني لو هتوافقي طبعا، لان انت يعني ده جزء من ان انت يعني من خدمه الدوله، بس يعني هتعملي بيه ايه؟ يعني هتأثري نسبه المشاهده دي؟ يعني هو علشان كانت القنوات دي تقوم كان لازم نختزلها في قناتين او ثلاثه بالكتير كبار، وندخ فيها فلوس كتير، وندخ فيها عقول مهمه، وندخ فيها محتوى كويس جدا، ونخرجها من مسبيرو خالص. يعني فكره ان هي دي مسبيرو تبقى دي قنوات الدوله الرسميه، بس ده ما حصلش. انت كان عندك تلفزيون فيه 200 قناه بس ما فيهوش مقاومات صناعه، بس كان موجود، يعني كان ليه وجود بنسبه قد ايه ده نتكلم فيه. اما جه البيت بيتك، عشان العناصر كلها اللي تم اختيارها كانت عناصر محترفه تعرف تعمل يعني ايه صناعه، فالبيت بيتك كان قناه ما كانش برنامج. فبقيت انت بتشوف اولا كان قناة بكل المقاومات، لان نسبة الاعلانات اللي جاية فيه، نسبة التأثير اللي عنده. بعد كده كل التوك شو طلع من البيت بيتك، يعني بعد كده كل القنوات عملت توك شو وطلعت وبتاع من تأثير ونجاح البيت بيتك. يعني بنت على انت عملت حاجة مهمة، فالناس كلها بنت عليها. فده ما كانش برنامج، ما اعتبرش برنامج، ده كان قناة وكانت بتدار على أعلى مستوى من الحرفية بكل العناصر. فلو احنا جبنا تجربة البيت بيتك دي اتعملت ازاي وطبقناها على التلفزيون المصري وطلعنا قناة واحدة ولا قناتين، ممكن الدنيا تختلف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.